لحظات الفرحة والسعادة مع الأهلي السنة دي كانت لا تعد ولا تحصى، كان مهم جدا الحقيقة في كل لحظة توج فيها النادي الأهلي تفرح جماهيره، سواء مش بس بتكلم عن كرة القدم، بتكلم في كل الرياضات. الحقيقة كان موسم أكتر من استثنائي وموسم أكتر من رائع، نتمنى إنه اللي جاي دايما يكون فيه أفضل. من وجهة نظري لو بتسألني كواحد من جماهير النادي الأهلي، بشوف إن فيه لقطتين أعتقد إن هم هيفضلوا عايشين معانا في الذاكرة والتاريخ لسنين وسنين جاية. لقطتين ما يقولوش أهمية عن القضية، ممكن في نهائي القرن محمد مجدي قفشة في نسخة التاسعة من دوري الأبطال أمام الزمالك المصري، ولا حتى عن هدف أبو تريكة في الصفاقسي في تونس في نهائي دوري أبطال إفريقيا. لقبين كانوا غاليين جدا علينا ومش ممكن أبدا يسقطوا من تاريخ النادي الأهلي ولا من ذاكرة جماهيره. اللقطة الأولى هي الدقيقة 77 و7 ثواني، المكان كان مركب محمد الخامس، والمواجهة مع الوداد المغربي، واحد من أكبر أندية إفريقيا والوطن العربي، على ملعبه في وسط جماهيره حقق لقب من أغلى الألقاب وكانت النجمة ال11 في تاريخ الأهلي إفريقيا. المباراة الثانية كانت افتتاحية كأس العالم، وكل الحقيقة ما صاحبها من حالة صخب كبيرة جدا، وقيل وقال ويعني وكلام كتير جدا اتقال على وسائل الإعلام وبين الجماهير، وكان الأهلي الحقيقة صاحب واحد من أفضل العروض اللي قدمها السنة دي على مستوى كرة القدم، وفاز على الاتحاد بنتيجة 3-1 في اتحاد في بطولة كأس العالم للأندية، برضه كررها خارج ملعبه على أرض الاتحاد ووسط جماهيره. لكن كان مهم في السادسة نسأل الأهلاوية، من وجهة نظركم إيه هي أغلى بطولة؟ إيه هو أفضل هدف؟ وهي أفضل مباراة؟ تعالوا نشوف الأهلاوية قالوا إيه. سلام ومنه مثل الأهلي، ومنه مثل الأهلي. أغلى هدف عبد المنعم، وأحلى مباراة اللي هي مع السعودية اللي جابوا فيها في السعودية، وأحلى حاجة اللي هي بطولة أفريقيا. البطولة اللي لعبها الأهلي بطولة أفريقيا كانت أهم بطولة، وبالنسبة للأهداف كان الهدف اللي جابه عبد المنعم لما الأهلي لعب مع الوداد. أفضل بطولة هي بطولة أفريقيا اللي كسب فيها النادي الأهلي، وكانت فرحة رائعة ودخلتنا في مود سعادة غير طبيعي، وكان افضل هدف قريب قوي اللي هو اللي جابه علي معلول في المقص. طبعا افضل بطوله اللي لعبت الاهلي قدوا فيها مباراه السوبر قدام بيراميدز، اللعيبه قدت في الملعب، وطبعا افضل مباراه كانت قدام الاتحاد جده السعودي، كسبنا ماتش 3-1 كان ماتش صعب جدا وعرفنا نقدم في كاس العالم للانديه، وافضل هدف برضو علي معلول في كاس العالم للانديه قدام اوراو الياباني. افضل مباراه بالنسبه لي كان الاهلي ضد الوداد، كان في العوده كنا هناك في المغرب، كان ماتش صعب جدا بس الحمد لله يعني كسبنا الماتش. وافضل بطوله كسبناها كانت الاهلي ضد الوداد في افريقيا، كسبنا الكاس افريقيا الحمد لله، كان برضو كانت ماتشات صعبه جدا وكانت بطوله صعبه. هو طبعا افضل مباراه بالنسبه لي في السنه ديت هي مباراه الاهلي والوداد لما خدنا البطوله من المغرب، فطبعا افضل هدف برضو اغلى هدف علينا كلنا هدف محمد عبد المنعم اللي جابه في المغرب، فده طبعا افضل هدف واجمل ماتش شفته السنه دي للنادي الاهلي، فربنا يوفقهم في اللي جاي ان شاء الله. دي كانت اراء الجماهير في موسم اكثر من رائع الحقيقه، وبطولات كثيره جدا حققها النادي الاهلي بالتاكيد كمان، واحنا عنينا زي ما اتعودنا بنقفل صفحه فبنودع سنه بكل انجازاتها وبكل بطولاتها، واصين على سنه جايه نتمنى ان شاء الله يكون الاهلي فيها افضل ويحقق فيها انجازات افضل من السنه اللي سبقتها.